Express FM. تفيش السيناريو يعني أنا مخرج كأيها المخرجين يعني ما لا أمتاز على بقية المخرجين بشيء ولكن أعتقد وأقوله بكل تواضع وبكل موضوعية أن هذا السيناريو أحدث الفارق وطبعا كنت أرغب منذ من الأول أن يعترف لي أن تعترف لي لجنة التحكيم وأن يعترف لي الجمهور ب يعني بنجاح هذا السيناريو وأعتقد أن الصدى الذي لقيه الفيلم لدى الجمهور يعني مرتبط ارتباطا عضويا بالتحكم في مادة السيناريو في القصة وفي السرد على وجه الخصوص ويعني وقع هناك نوع من التناغم بين القرار الذي اتخذته لجنة التحكيم وبين رغبات الجمهور وبين رغبتي الشخصية ورغبة المنتج ولذلك أنا سعيد الليلة خاصة وأن من الجانب الآخر الممثل أحمد الحفيان الذي يعني قام بدوره بشكل رائع في هذا الفيلم يعني توج هو أيضا بمهرجان الدوحة كأحسن ممثل عربي للدورة الأخيرة. يعني كنت تنتظر التتويج هذا اليوم؟ لا طبعا لأن هناك منافسة ومنافسة حادة جدا في هذه الدورة تمتاز يعني بمشاركة رفيعة المستوى من قبل الأفلام المغاربية الجزائرية والمغربية على وجه الخصوص والإفريقية كذلك فيعني لم أكن مرتاح يعني لم أكن في حالة لم أكن متفائل في الأول نظرا لحدة وربما لشراسة المنافسة وأنا اليوم يعني حقيقة سعيد بكون هذا الفيلم وهذا السيناريو يعني استطاع أن يفرض نفسه من بين 20 أو 19 فيلم ذوي مستويات يعني متميزة جدا.